الحكومة المغربية تطالب رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص. اقترحت دراسة أنجزها مكتب دراسات بطلب من الحكومة المغربية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، علما بأن سن التقاعد حاليا في القطاع العام محدد في 63 سنة والقطاع الخاص ب60 سنة لمواجهة أزمة نفاذ احتياطات أنظمة التقاعد. وحسب نتائج الدراسة التي سلمتها وزارة المالية للنقابات خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي وجرى تسريبها، فإن الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل وإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق المكتسبة وكذا الحفاظ على الاحتياطات نظرا لأهميتها في تمويل الاقتصاد.